مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. احنا اليوم في احلى مكان في اوتوا اسمه ميربلو بوغ تريل. هذا حنمشي مع بعض وندخل نشوف شو في بهذه التريل. هذا التريل من الاماكن الجميلة خاصة في فصل الخريف انكم تزوروها. خلينا ندخل. هيك ندخل على التريل. طبعا هون بقول لك احلى مكان انك تطعمي العصافير. هذا هو التريل. شوفوا هذا المكان. غدا بعيد 20 دقيقة عن الداون تاون، 25 دقيقة. يعني بتحكي في منطقة أورلينز، مكان رائع. يعني
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.